إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، مع مسند الدارمي، ونحن يعني على مشارف الانتهاء أو الابتداء من كتاب الصيام، وأيضا الموطأ الزكاة تنتهي إن شاء الله قريبا، يعني اليوم أو غدا، حتى نستهل أيضا كتاب الصيام من الموطأ، ويكون تزامن الموطأ والدارمي في كتاب الصيام، ولله الحمد والمنة، وهذه منة من ربنا علينا. إذا انتهينا من ربع الغدات في الموطأ أيضا نكون قد يعني في إنجاز، على أساس الكتب تسعة قريبة الانتهاء بفضل من ربي ونعم. يعني المسند بس هو طويل شوية، لكن الحمد لله، الحمد لله، شكرا. كتاب النكاح باب في اليتيمة تزوج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع مسند الإمام الدارمي، وما زلنا مع كتاب النكاح. قال: باب في اليتيمة تزوج. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى قال رضي الله عنه ورحمه الله جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. نعم، هنا يقول أن سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، إن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فقد لم تكره. والمسألة رجع عليها أيضا في هذا الباب. اليتيمة تستأمر، اليتيمة هي صغيرة لا أب لها، والمراد هنا البكر البالغة، سماها باعتبار ما كانت. دع سمك تفضل. هذا تسمية باعتبار ما كانت، لأنه لا يتم بعد البلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد البلوغ. لكن لما سميت بذلك، سميت على ما كان، على ما كان، على ما كان، سماها باعتبار ما كانت. كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هنا وآتوا اليتامى أموالهم، لو كانوا يتامى ما أعطاهم أموالهم، الوصي هو الذي يعني يتصرف في المال. مع ذلك وآتوا من كانوا يتامى بعد، لأن النبي قال: لا يتم بعد، لا يتم بعد البلوغ. وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها، وعدم والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح. فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها. فكانه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها، فمعناه لا تنكح حتى تبلغ ما تستأمر به أو فتستأمر. قوله: فإن سكتت فقد أذنت، وإن آبت لم تكره. طبعا قوله: فإن سكتت فقد أذنت، لقوله: إذنها صمتها، إذنها صمتها، هذا عبك. فإن صمت فإن صمتت فهو أي سكوتها صمتها موافقة، وإن آبت فمن الإباء، أنكرت لم تكره عليه، فلا جواز عليها، فلا تعدي عليها ولا إجبار. احنا قلنا أيضا ولاية الإجبار مختلف فيها من العلماء، قال بها الحنابلة وقال بها الشافعية. ولاية الإجبار هي تكون له الأب، لأنه أكثر شفقة، و والجد لأن الجد ينزل منزلة الأب. فقط في ولاة الإجبار أن يزوجها دون أن يرجع إليها، أن يزوجها دون أن يرجع إليها. مسألة الإعدال صح شفنا؟ نعم، لا تسمى مسألة الإعدال؟ مسألة لا، ما لهاش دعوة بالإعدال هذه يا أستاذ، لا تخلطوا بين المسائل. فمسألة ولاة الإجبار أن الأب أكثر شفقة والجد أكثر شفقة، فلذلك يمكن أن يزوجها دون أن يرجع إليها، كما فعل أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحنفية يرون بأن المكان لا ولاية للإجبار، والمرأة يرجع إليها الأمر. زوج في حديث ابن عباس، زوج رجل ابنته لابن أخيه، فذهبت إلى النبي قالت: يا رسول الله، إنه زوجني لابن أخيه ليرفع خسيسته، فجعل أمرها إليه، فمررت الزوج. وذكر في مجمع الزواج ورجال أحمد رجال صحيح وابن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنه
له من خولة بنت حكيم ابن أمية بن حارثة بن الأوقص، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله هما خالاي. فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجني، يعني ذهب لعمه، هو خاله يعتبر وهو عمها، فزوجني. ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها، المغيرة بن شعبة كان صاحب مال وابن عمر كان فقيرا، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، يعني شايفة العيشة، فحطت إليه، فحطت الجارية إلى هوى أمها، يعني أمها جرتها معها فيما تريد، فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قدام بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، ثم فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ابن عمر في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال فقال صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنه. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة. رواه أحمد والدارقطني. هذه فيها دلالة على عدم الإجبار الآن، لأنها لما حطت إلى هوى أمها رفضت كلام عمها الذي زوجها ليش لابن عمر، فرد زواجها الآن، وكأنه حجة من قال بعدم ولاية الإجبار. والصحيح أن ولاية الإجبار صحيحة إلا أن تعترض الصبي، واعتراضها لا يكون إلا بعد بلوغها، لأن ولاية الإجبار لا تكون إلا قبل البلوغ. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن. نعم، البكر تستأذن على البالغة، يعني التي لم تبلغ شغلة لأبيها أن يزوجها. لكنها تبقى بقى إلى أن بلغت ترضى أو لا ترضى. يعني الإذن واقف عليها الزواج، يعني إتمامه واقف عليها بعد تبلغ، يعني بإذن ترضى أو لا ترضى. هي خلاص العقد صحيح، لكن لها أن تفسخه، فهمت؟ لها أن تفسخه. وروى بعض أهل العلم أن الأتيمة إذا زوجت النكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا الخيار في إجازة النكاح وفي فسخه، وهذا قول أبي حنيفة. ودل على جواز تزوج الأتيمة قبل بلوغها قوله تعالى: وإن كرتم أن لا تقسطوا في الأتيمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال حافظ فتح: في دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو سائبا، أن حقيقة اليتيمة ما كانت دون البلوغ ولا أب لها، وقد أذن بتزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها، فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي. يعني هنا له أن يتزوج وهي صغيرة الآن، لكن المهم أنه يعطيها حقها. قال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول الشافعي، واحتج بظاهر حديث الباب، وقال في شرح السنة: والأكثر على أن الوصي لا ولاية له على بنات الموصي، وإن فوض ذلك عليه، يعني الوصي لا يزوجها، الوصي فقط يتعامل بالمال، يعني الوصي أقصى شيء يمتلكه هو التصرف في مال اليتيم والحفاظ عليه، لكن لا يزوجها ولا يجبرها على ذلك. قال حمدنا بن سليمان: الوصي أن يزوج اليتيم قبل البلوغ، وحكى ذلك عن أبي شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء، وأجاز مالك إن فوضه الأب إليه انتهى. والحق أنه الجمهور على أنه ليس له أن يزوجها، ليس له تصرف إلا في المال. وقال إسحاق وأحمد وإسحاق: إذا ورت يتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت. الحقيقة أن انحصار القول في أمرين أو في قولين، انحصار المسألة في أمرين. الأمر الأول أنه يزوجها الوصية، هل يزوجها أم لا، والوصية لا يزوجها، أما الأب أو الجد فلا يزوجها، فإذا تزوجها فإنها ليس لها الخيار حتى إذا بلغت، ليس لها الخيار. هذا قول الشافعية وقول للحنابلة، ليس لها الخيار. وأما الحنفية فقالوا إذا بلغت لها الخيار. المالكية يجعلونها تمر، المالكية يجعلونها تمر. وأما أحمد وإسحاق قالوا: أنا إذا بلغت 9 سنين نعم فزوجت فرضيت النكاح جائز ولا خيار لها، هذا ليس عليه أي دليل، هذا كلام ليس عليه أي دليل. هو إما أن نقول النكاح ولاة الجوار جائزة ولا خيار لها، أو نقول هو جائز وموقوف على 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 أن تبلغ فتمرر وتصحح العقد أو تفسخ. أما القول ب9 سنين ليس ما في دليل عليه. واحتاج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، ففي أن عائشة قد كانت أدركت وهي بنت 9 سنين، يعني عائشة صارت امرأة
بعد 9 سنين يعني بلغت المحيض وصارت مزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة إذا بلغت الجنين 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة. وإن كان الحديث هذا فيه كلام، وكأن عائشة أرادت أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي في حكم المرأة البالغة، لأنه يحصل لها حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها من الشعور والتمييز، وتكون قد بلغت المحيط. بعض المستنبطة من أساليب العرب الوصف على مكان حتى يعرف جواز ولاية الإجبار. ما عرفت المرأة تكريما إلا في الإسلام. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.